احنا هنعملها مع بعض وطعمها حلو قوي. معايا ذره حلوه، طبعا الذره اما بتتباع مجمده كده متفصصه او بتتباع ذره يعني بحجمها الطبيعي، واحنا بنقطعها بالسكينه فتبقى مفصصه كده. معانا خس، معانا بصل احمر متقطع شرايح، معانا الافوكادو الظريف الحلو ده اللي مليان قيمه غذائيه ولذيذ اخر حاجه، متقطع برده شرايح، ممكن نقطعه مكعبات براحتكم. معانا طماطم تشيري كامله او متقطعه نصاص برده براحتكم. معانا بقى عيش التورتيه ده، او ممكن بالعيش الشامي نقطعه مثلثات كده، ودهنه زبده خفيفه او دهنه زيت ونحطه في الاير فراير او في الفرن، تمام، سواء اذا كان العيش التورتيه او الخبز الشامي او اللبناني. معانا كمان جبنه شيدر مبشوره بس كده. الدريسنج بقى بتاع السلطه عشان يعمل لها طعم حلو، معانا زيت زيتون، عصير ليمونه، هنحتاج تقريبا ربع كوبايه من زيت الزيتون، عليها عصير ليمونه واحده، رشه كمون خفيفه جدا بطرف المعلقه، تمام، او حتى ممكن نستغنى عنها خالص. الناس اللي بتحب الكمون هتبقى رشه خفيفه مش هنحس قوي بطعمها في السلطه. معانا برده رشه شطه، ملح وفلفل، معلقه كبيره من العسل الابيض، ومعانا كزبره خضراء مفرومه مع الدريسنج الحلو ده، وبس خلاص. وصفه خطيره ان شاء الله تعجبكم. في البوله دي عايزين نحضر اول حاجه الدريسنج، فانا هحط زيت الزيتون زي ما اتفقنا، تقريبا ربع كوبايه من زيت الزيتون كده، وهنحط عليها عصير ليمون وملح وفلفل كده، عصير ليمون ملح وفلفل، فلفل وملح، عايزين كده السباتولا الحلوه دي، ونقعد كده نقلب فيها. نحط كمان رشه شطه خفيفه جدا، وبرده رشه كمون اهو، رشه الكمون ورشه الشطه، ونقعد نقلب كده فيها حلو قوي. هنحط كمان العسل الابيض معلقه كبيره، ونقلب كده زي ما انتم شايفين، عايزين نقلب الدريسنج حلو قوي بس. ونحط بقى بقيه المكونات عليها، هنحط الافوكادو، البصل الاحمر، الطماطم تشيري، الذرة الصفراء، الخس كده، شوية جبنة شيدر، أو ممكن تحطوا أي جبنة على فكرة تحبوها، عايزين حتى تحطوا جبنة فتة هتبقى ظريفة قوي، كزبرة خضراء، ونقلب الكلام الحلو ده كده مع بعضه. لما أقلبه بإيدي بقى علشان إيه، ورق السلطه ده، احنا ممكن ورق الخس ده ايه نقطعه برده اكتر شويه، قطعوه بايديكوا افضل من السكينه عشان القيمه الغذائيه بتاعه الخس كده اهو. المعدن، السكينه المعدن لما بنيجي نقطع بيها الورقيات عامه بتفقد شويه كتير من قيمتها الغذائيه، فلو قطعناها بايدينا كده هتبقى افضل اهو. نقلب السلطه كده، بصوا اخر لذاذه بس كده، ونجيب هنا كده طبق سلطة حلوة اهو، نشيل كده بايدي اهو عشان اوزع كده حلو بالشكل الظريف ده. سلطة يا جماعة دلع كده وهتنبسطوا منها قوي بس كده، جربوها وقولوا لنا كده ايه رأيكم، وبالهنا والشفاء، خطيرة. حطها هناك. الحلقه خلصت، يا رب تكون عجبتكم النهارده. عملنا اول وصفه مع بعض البيكاتا، بيكاتا بالفراخ والمشروم، ظريفه جدا، كنت هقع لحقت نفسي الحمد لله يا رب. الحمد لله الحمد لله. يعني عملنا اول وصفه البيكاتا بالمشروم، خطيره، وصفه سهله جدا وخفيفه وبتخلص اوام، جربوها. الوصفه الثانيه عملنا السلطه المكسيكي التحفه اللي احنا نسينا نحط لها عيش التورتيه، احطه حالا اهو عشان تبقى خطيرة. جربوا الوصفة وجربوا السلطة، ان شاء الله هتنبسطوا منها جدا جدا، وبالهنا والشفاء بس كده. بشكركم ان انتوا تتفرجوا عليا، شوفوني كل يوم الساعة 1:30 على قناة النهار في برنامجكم أكلة بيتي. باي باي.